تقولون أسعدت أسعدت أطفال أريانا بالنشاط المتميز اللي تمثل في المهرجان العالمي لمسرح الطفل، واللي كان فرصة لأبناء أريانا من المسرحيين الاحتكاك بربط الأجنبي اللي كان اللي أثر في المهرجان هذا. وأنا أعطيتهم فرصة باش يكسبوا يتبادلوا التجارب والخبرة في المجال هذا. ثم ما أسعدنا هو أنه راحت الحركية في البلاد بعد ركود معنا اللي نقوله يكاد يكون دائم بعد الثورة. النشاط كان النشاط الثقافي كان مستقر أساسا من بلدية المكان، واللي مالوريزمون ما اشتركش المجتمع المدني في النشاط الثقافي. البادرة هذه تستحق التشجيع وتستحق المساندة والمؤازرة، لأنها بادرة مثلا فتحت فوق جديد في العمل الثقافي. إن شاء الله مثلا المهرجان هذا يطول ويزيد يفيد أكثر الشباب تاع المنطقة. بارك الله فيك سي جيهان. هذيك صح.